خلينا نروح للكاريكاتير، واول كاريكاتير معانا النهارده بريشه الفنان عمرو سليم عن هدايا بابا نويل لشهيدين راح ضحيه الحادث الارهابي في كنيسه مرمينا بحلوان، وهم الشهيدان امين الشرطه رضا عبد الرحمن والمواطن عماد عبد الشهيد، وطبعا الاثنين لم يفرق بينهما الارهاب زي ما بيقول الكاريكاتير. ده كاريكاتير بريشة الفنان ناصر الجعفري من القدس الفلسطينية عن نهاية 2017 وانتظار 2018 القادمة. ده كاريكاتير بريشة الفنان عمرو فهمي عن أمنيات العام الجديد. من الحياة الجديدة عن القضية الفلسطينية، ده كاريكاتير بعنوان المواجهة، جندي من الكيان المحتل يواجه بسلاحه طفل فلسطيني بيمسك بألم. الاتحاد الإماراتي، ده كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة عن القضية الفلسطينية. ومن على صفحات البيان الإماراتية، ده كاريكاتير بريشة عامر الزعيبي عن المقاومة الشعبية في اليمن ضد الحوثيين. ده كاريكاتير من ساندي تايمز عن أداء الحكومة الإنجليزية السيء بحسب الصحيفة. من الاندبندنت، ده كاريكاتير عن الجدل اللي يثيره الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. هنروح لبورصه الصحافه، واحسن عدد تذكاري كان من نصيب اليوم السابع بعنوان عامل خروج الى النور.